سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضية وحوار نتابع فيها مآلات الحركة الإسلامية في السودان، والتي دعت في فبراير من عام 2021 إلى الخروج إلى الشارع ومواصلة الحراك سلميا مع المحافظة على الممتلكات، وذلك عقب حملة توقيفات طالت أعضاء في الحركة وفي حزب البشير. جاء ذلك في رسالة صوتية بثها علي أحمد كرتي الأمين العام المكلف للحركة التي تعد مرجعية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. وللمزيد حول نتائج هذه الدعوة ومآلات وضع الحركة الإسلامية في السودان ومستقبلها السياسي بعد إقصائها من الحكم والزج بمعظم قياداتها في السجن، أرحب بضيفتي الأستاذة سناء حمد القيادية الإسلامية ووزيرة الإعلام السابقة في السودان. أرحب بك أستاذة سناء. لو بدأت معك بمحاولة لرسم خريطة للمشهد السياسي في السودان اليوم بعد كل ما جرى من حراك وانقلاب وحكومة، حكم عسكري وحكم مدني متزامنان، كيف يمكن رسم الخارطة السياسية اليوم في السودان وموقع الحركة الإسلامية من هذه الخارطة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ زياد، مرحبا بكم ومشاهدي قناة الحوار. حقيقة سؤال مهم في مرحلة مهمة من تاريخ بلادنا الحبيبة. يمكن أن أصف المشهد بكلمات معدودة. بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 6 أبريل عام 2019 ومعادة الحكم التي نتجت من اتفاق ما بين المنظومة العسكرية في السودان التي قامت بالانقلاب والأحزاب السياسية نتيجة لوساطات وتدخلات خارجية كبيرة، الوضع الموجود الآن في السودان، أن السودان الوضع فيه الآن يمكن أن نصفه بأنه شديد التعقيد، حالة في السودان الآن شديدة التعقيد، البلد في حالة أقرب إلى الانهيار بل هي في حافة الانهيار الآن. المواطن السوداني طوال تاريخ الدولة السودانية الحديثة لم يمر بأوضاع بهذا السوء الذي يعيشه الآن، في حالة اختناق سياسية حقيقية، في ديدلوك كما نقول في السودان. وكما برز هذا في حديث رئيس الوزراء خطابين متتاليين خلال أسبوع تحدث فيها عن المشاكل التي تحترز حاضنته السياسية والصراعات التي تتجاذبه من المكونات السياسية في تحالف هو الحركة والتغيير، التركة الأساسي مع العسكري في حكم هذه المرحلة. الحركة الإسلامية في قلب الأحداث، يمكن واحدة من مميزات الحركة الإسلامية في السودان أنها ليست كيانا سياسيا، هي حركة تغيير مجتمعي وتجديد فكري وحركة إصلاح، ولذلك دورها الاجتماعية كبيرة جدا، تأثيرها الثقافي كبير جدا في السودان، هي جزء من نسيج المجتمع السوداني وحاضرة في المشهد السياسي ضمن هذا الوجود الكبير. طيب، إذا كانت الحركة الإسلامية بهذه القوة شعبيا وجماهيريا، لماذا إذن تراجعت ولماذا أقصيت عن الحكم واستطاع الجماعة أو فرقة من العسكر أن يقصوها ويحيدوها من المشهد السياسي اليوم؟ كما قلت، الحركة لها جذور اجتماعية موجودة ومتجذرة، حركة متماسكة. في الجانب السياسي، هنا نحن نتحدث عن الجانب السياسي والحركة الكفول. في الجانب السياسي في الفترات الأخيرة كان هناك شد وجذب وحالة من الانقسام الداخلي في الملف السياسي مرتبط باختلاف التقديرات، جعلت هناك يمكن أن نقول أوضاع في السنتين الأخيرتين، يمكن أن يكون تراكم هذه الأوضاع هو ما أفضى إلى الانقلاب العسكري.
الانقلاب قامت به اللجنة الأمنية للجيش، وكانت في ذلك الوقت تدين بكامل الولاء للرئيس السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ما أضر بالعملية، لا نرى أن عملية الإقصاء من الحكم أو التغيير الذي تم في الحكم فيما يتعلق بالشأن السياسي يمثل إخطاء للحركة السياسية الإسلامية. الابتعاد عن الحكم واحد من الملفات فيه نرى كانت فيه أخطاء. لم نكن في يوم من الأيام نرى إنه الحركة الإسلامية ستكون دائما في الحكم. عملية الحكم هي عملية تخضع لميكانيزم مختلف للغاية، ولم نعتبر في يوم من الأيام أن الابتعاد عن الحكم كان يعني إخصاء للحركة الإسلامية السودانية من حاضناتها الاجتماعية ووجودها في المجتمع السوداني. إلى أي مدى الصراعات داخل الحركة الإسلامية ذاتها في السودان، ونحن نذكر الصراعات بين مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني وغيرها من الحركات الإسلامية، إلى أي مدى أدت بشكل أو بآخر إلى إضعاف الحركة الإسلامية في السودان والسماح للآخرين للوثوب والانقضاض عليها؟ دعنا نعيد أو دعني أتوسع قليلا في سؤالك. بالضرورة ما أشرت إليه من انقسام داخل الحركة الإسلامية حدث في بداية الألفية، وانقسام إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، إلى جناح تحرك بقيادة مجموعة ما يسمى المذكرة العشرة، وجناح كان مع الأمين العام الدكتور الراحل السرابي، كان له أثر كبير جدا في الحركة. وكانت له انعكاس على الحياة السياسية في السودان وعلى الإسلاميين نفسهم، تحولوا ما بين أما مع هذا الطرف أو الآخر، وكثيرون اختاروا أن يكونوا على التطبيق. هذه لعبت دورا كبيرا في عملية إضعاف الحركة الإسلامية في مرحلة ما. لكن يحبك للشيخ الدكتور حسن الترابي أنه في الثلاث سنوات الأخيرة عاد وطرح مشروع النظام الخالف، وبدأ اتصالات كبيرة جدا لإعادة توحيد لحمة الإسلاميين. اجتهاداته هذه لها الفضل الآن فيما نسميه توحد أهداف الإسلاميين في إزالة النظام الحالي والعودة بالسودان إلى وضعه المحمود. لكن لم يكن السبب الداخلي في ضعف الحركة الإسلامية وفي النظام عموما، لم يكن السبب الداخلي سببا وحيدا. كان هناك سببان. السبب الأول القديم يرجع إلى تأسيس المؤتمر العربي الشعبي الإسلامي. احتبرت القوى الدولية أن وجود الاجتماع للتيارات الإسلامية من أقصى التنظيمات السنية إلى أقصى التنظيمات الشيعية في الخرطوم في هذا المؤتمر، اجتماع الإسلامي والقوميين العرب في المؤتمر العربي الشعبي الإسلامي، يمثل تهديدا استراتيجيا وينبغي القضاء عليه. وبدت عملية محاصرة السودان. المرحلة الثانية ما بعد الربيع العربي، عدد من الدول الإقليمية كانت ترى أن استمرار النظام في السودان، خاصة بعد مؤتمر الحركة الإسلامية الذي حضره عدد كبير من قيادات التيار الإسلامي في المنطقة، إذا كان محمد بديع في مصر أو راشد القنوطي في تونس أو خالد مشعل حماس وعدد آخر من القيادات الإسلامية في أفريقيا والعالم، كان حضور هذا المؤتمر. ما بعد الربيع العربي كانت هناك دول إقليمية كبيرة تخشى من هذا المشهد في السودان، ولذلك انضمت لعملية محاصرة السودان ومحاولة القضاء على التيار الإسلامي والتجربة الإسلامية للحكم في السودان. الحصار كان اقتصاديا، كان سياسيا، كان عسكريا. الحصار في بدايات الأولى في بداية التسعينات كان بواسطة التدخل العسكري، كما قالت مادلين أورت نايف رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية حين أنا سنغلق السودان وسنحارب السودان بجيراني، كما قالها أنتوني بوليك. بدأت حرب شرسة تجاه السودان، كانت كفيلة بإسقاط أي نظام، ولكن ظل الإسلاميون صاعدون حوالي 30 عاما. أنا أشير إليه كذلك أنه المعارضة السودانية للأسف طوال تاريخها، هذا الأمر لا يقتصر على الموقف من النظام السابق في الثلاثين الماضية، لكن طوال تاريخها المعارضة في السودان لا تميز ما بين الضرب في جسد الدولة
والخلاف مع حكومة أو الخلاف مع خيار سياسي حاكم. يمكن جمع هذه الأشياء كلها أضعفت التجربة، أدت إلى التغيير الذي تم في 2019. إلى أي مدى البعض يرى بأنه يعني الرئيس عمر البشير، الرئيس المعزول عمر البشير، تم بشكل أو بآخر خداعه أو التلاعب به عبر من قبل بعض الدول الخليجية، وتحديدا الحديث هنا عن الإمارات والسعودية إلى حد ما، وبدا ذلك جليا بمجرد أن بدأ الحراك. الإعلام التابع لهذه الدول كان يهاجم الرئيس البشير، مع أنه بدا وكأنه على حلف مع هذه الدول، والبعض يرى بأنها هي من دفعته إلى الذهاب للقاء بشار الأسد في دمشق في تلك المرحلة. أنا أستطيع أن أتفق مع وصفه بأنه تم خداعه، لكن ذلك كان تقدير الرئيس البشير والمؤتمر الوطني والقوى السياسية المخالفة في الحكومة في ذلك الوقت أن موقف السودان ينبغي أن يكون بالقياس. هو ليس جزء من، لن يكون جزءا من تعميق الأزمة العربية، لن يكون جزء من تعميق الأزمة في محيط الإقليمي، لن يكون جزء من تحالف يمكن أن يؤدي إلى زيادة تمزيق الأمور. لم تكن بعض الدول تقبل بهذا الموقف، موقف الحياد، أما أن تكون معها أو تكون ضد. إصرار على الحياد جعله يتحول إلى عدو. هذه المصدر. أنا أفتكر برضو تقديره في الذهاب إلى سوريا كان تقديرا ليس محل اتفاق، كان تقديرا خاص به رئيس للجمهورية، رأى حسب تقديري في ذلك الوقت أن يقوم بهذه الزيارة لم تكن محل اتفاق، وأفتكر أن تقدير الشخصي أنها لم تكن موافقة. طيب، في فبراير من عام 2021 دعت الحركة الإسلامية الناس إلى الخروج إلى الشارع لمواصلة الحراك سلميا. ما مناسبة هذه الدعوة وكيف كان التجاوب معها؟ مناسبة هذه الدعوة أن الإسلاميون رغم تمكنهم حينها من مفاصل الدولة، رغم وجودهم الشعب الكبير، رغم أنهم فعليا واحد من أهم إن لم يكن أكبر تنظيم ممتد موجود في الدولة السودانية وفي الأرض السودانية بامتداداته الاجتماعية والثقافية والأمنية في قطاعات مختلفة، في قطاعات الشباب أو الطلاب أو النساء، لكنه آثر سلامة البلاد وتماسكها، آثر أمن العباد في السودان عن التمسك بالسلطة. كان هذا هو التقدير الأساسي الذي رأينا من خلاله أن نجنب السودان مصير دول كثيرة نرى أن الصراع الداخلي نقلها إلى مربعات شردت أهلها وأضرت بمكتسباتها وبنياتها التحتية وبإنسانها قبل كل شيء. أعلن البروفيسور إبراهيم قندور الأمين العام المكلف للمؤتمر الوطني الحاكم حينها أنهم سيقفون فيما أسمي المعارضة المساندة، أنا لن سنكون عونا لهذه الحكومة في الحفاظ على البلاد ومقدراتها وأمنها، وتكون ناصحين ومارس معارضة إيجابية. لكن للأسف المجموعة الحاكمة في قوى الحرية والتغيير وبعد خلفين حتى من المكون العسكري لم ترى في الإسلاميين إلا عدوا، فمارست ما أشرت إليه من الاحتفالات والتضييق والمطاردات. القضية الثانية أن هذه الحكومة تفرغت للملفات السياسية والخصوم السياسية الفاجرة للغاية وانشغلت عن شؤون البلاد. البلاد الآن في حالة انهيار اقتصادي كامل، التضخم زاد في الدولة السودانية إلى ما يقارب 400%، صرنا الدولة الثانية في العالم بعد فنزويلا من حيث التضخم، ارتفعت الأسعار، زاد معدل الفقر، الآن يكاد يكون 85% من الشعب السوداني تحت المعدل الدولي العالمي للفقر.
بينما كان قبل عامين فقط السودان هو الدولة السادسة من حيث الاقتصاد ومعدل الجي دي بي على مستوى القارة الأفريقية، واحترف بهذا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطابه الأول حين وصوله للخرطوم قبل عامين. الآن السودان هو ليس يعني آخر دولة، ليس خلفه إلا أفريقيا الوسطى، انهيار اقتصادي كامل، انهيار أمني كامل خاصة في العاصمة الخرطوم والمدن الكبرى. لأول مرة السودانيون يعانون من أمنهم الذاتي في أمنهم الشخصي، حركته في الشارع، في منازله، في غيره، يعانون في الحصول على غذائه، التعليم يكاد يكون توقف، العام الدراسي السابق لم يدرس الطلاب إلا حوالي 37 يوما فقط. الجامعات تكاد تكون متوقفة، المؤسسات تكاد تكون متوقفة، حركة الأسواق الآن بخضوع السودان لوصفة البنك الدولي ورفع الدعم تكاد تكون متوقفة. ما دعم الحركة الإسلامية والأمين العام إنابة عن الأمانة العامة للحركة الإسلامية لدعوة الشعب السوداني للخروج على هذه الحكومة للحفاظ على بنية الدولة السودانية وعلى عظمة، نقول عظمة الدولة السودانية، وهي حركة لاقت استجابة كبيرة جدا. الإسلاميون الآن جزء من تحالف عريض، يعني نزل الشارع الآن في دعوة كبرى اسمها أختونة، حددت نشاطا كبيرا جدا، يكاد تكون الحراك بدأ بصورة قوية في كل الولايات. المتابعة الآن للشارع السوداني يرى آثار هذا الحراك وآثار هذه الدعوة، وبإذن الله سيظل الإسلاميون مع حلفائهم من الوطنيون و ضمن هذا التحالف العريض الذي يضم زعماء القبائل والإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، الجماعات الدينية، الأحزاب السياسية، الشخصيات العاقلة والحريصة على البلد، مجموعات من الرياضيين والمثقفين والمفكرين السودانيين، كلهم جزء من هذا الحراك الكبير الذي يطالب بإقالة الحكومة الحالية، بتكوين حكومة كفاءات وطنية حريصة على البلاد، حريصة على تماسك الدولة واستغلال قرارها السياسي وإعادتها لوضعها الطبيعي والخارطة الطبيعية في المنطقة، لأنهم يعلمون تماما أن انهيار الدولة في السودان يؤثر بالضرورة. السودان محاط بسبع دول مهمة، فيها دولتين هما الدولتين الثانية والثالثة من حيث تعداد السكان في الغرب الأفريقي. انهيار السودان يؤثر بالضرورة على مصر، على إثيوبيا. إثيوبيا دولة الآن تعاني من حالة عدم استقرار، زيادة عدم الاستقرار في السودان بالضرورة تؤثر على كل الإقليم. ندعو إلى عودة المؤسسات القانونية والعدلية والقضائية المستقلة في السودان، لأن التدخلات الكبيرة الآن في ملف القانون والعدالة أدى إلى احتقانات كبيرة جدا في السودان وأضرار كبيرة جدا بسمعة السودان القانونية وبحقوق المواطنين السودانيين والمستثمرين، توقف عملية الاستثمار في السودان، خروج المستثمرين من السودان، خروج الكفاءات من السودان. ندعو كذلك إلى حكومة كفاءات وطنية تركز على الاستفادة من موارد البلاد، تركز على تقوية المنظومة الأمنية والشرطية في السودان للحفاظ على حياة المواطن السوداني. بندعو إلى ما نسميه يعني سياسات اقتصادية عادلة ورحيمة بالمواطن السوداني، تدخل له ما يحفظ له كرامته من العيش من خلال مجموعة من البرامج التي يفترض على الدولة القيام بها لحماية المواطن السوداني والأسر المتعففة والفئات الفقيرة. هذه جزء من ما يطالب به هذا التحالف العريض الذي كان واحدة من أثار هذه الدعوة. طيب اليوم أستاذة سناء، بعد كل ما جرى بصراحة وبشفافية، من المسؤول عن الأخطاء التي وقعت في السنوات الماضية وأدت أو أضرت إذا صح التعبير بالتجربة الإسلامية في الحكم كنوع من النقد الذاتي؟ أنا معروفة ذلك بصراحة، يمكن لدي كثير من الكتاب طرح حول هذا الأمر. أقول لك بصراحة الاختلاف والتقديرات السياسية الذي أدى إلى ما يشبه الانقسام الداخلي بين الإسلاميين وخلافاتهم الداخلية لا يبدو دورا في الأمر، ولكن كما أشرت ليس وحده. أنا أذكر التدخلات، العمل الخارجي لعب دور كبير في ذلك، بأن النظام في الخرطوم أو الحكومة في الخرطوم أو الإسلاميون في الخرطوم وقربهم من نظام الحكم في ذلك الوقت
لم يكن محل قبول إقليميا ودوليا. فكرة عنصرين الداخلي متمثل في لا والخارجي متمثل في الاستهداف لعباده كبير فيما أشرتين. طيب اليوم كيف يمكن الحفاظ على حضور الحركة الإسلامية وما هو مستقبل هذه الحركة في ظل هذه التجربة في الحكم التي لم تكن ربما موفقة بشكل أو بآخر، إضافة إلى مساعي الاستئصال التي تستهدف بها الحركة الإسلامية؟ أنا أقول أن تماما أن التجربة لم تكن موفقة، هي تجربة إنسانية يحتريها القصور، لم نقل يوما منها تجربة كاملة، بل هي تجربة فيها أخطاء نحترف بها. ولذلك تأتي المراجعات التي أعلنت الحركة الإسلامية عنها، أننا أجرينا مراجعات كبيرة. أهم ما خرج في هذه المراجعات أننا فصيل فاعل في المجتمع السوداني، أننا فصيل فاعل في الحياة السودانية. يكون معك صدقاء، نحن لا نرى أننا ابتعدنا، ولا نرى أننا وجودنا ضعف، ولا نشعر بتهديد لوجودنا. نحن جزء أساسي من النسيج الحياة السياسية في السودان طوال 75 عاما، نكاد نكون الأكثر حضورا والأكثر فاعلية في النخب السياسية في السودان، في الحياة المجتمعية في السودان، ونسمع حركة صفوية قابلة للاحتقان أو الاستقصاء. لكننا طوعا أجرينا، تنحينا طوعا، أجرينا مراجعات حقيقية. أبرز ما في هذه المراجعات هو قرار الحركة بأنها خلال هذه الفترة الانتقالية لن تكون جزءا من الحكومة الانتقالية ولا جزءا من الحكومة المرجوة والتي ندعو، وهذا ما قلناه في مبكرة، لن نكون جزءا من السلطة الآن. نحن كل ما نقوله ندعو لحكومة كفاءات وطنية، ندعو لعودة دولة القانون والاقتصاد لاستقلاليتها، الدعوات التي أسفت قلتها سابقا. مستقبل الحركة الإسلامية هو جزء من مستقبل الدولة السودانية. نحن الحركة تنمو وتزدهر في ظل الاستقرار، ولذلك نحن الأكثر حرصا عليه. نحن الحركة تتحرك في دور العلم ودور العبادة، تتحرك المجتمعات المستقرة، تتحرك وسط النخب المدنية والنخب الاجتماعية. نحن حركة عندنا نشاطات كما قلت في مجالات الدعوة، في مجالات الفكر، في مجالات الاقتصاد، ليس لا يقتصر عملنا على المجال السياسي. نحن مؤثرون في العملية السياسية تاريخيا، حتى ونحن لسنا جزءا من الحكومة أو حاكمين، وسنظل على هذا الدور. لا يحترينا أي قلق على وجودنا، ولا يحترينا أي شعور بالكمال، ولذلك نعترف بقوة أن تجربتنا شابتها أخطاء، لكنها كانت تجربة نقلت السودان نقلة كبيرة. أنا أقول لك التوسع في التعليم في تاريخ السودان كدولة مستقلة يمثل ما أضافته الإنقاذ ما يتجاوز 300% في التعليم. نعم. التوسع في التعليم العالي والتعليم العام وعدد الطلاب في السودان والنقلة الكبرى الآن في مؤسسة التعليم السودان أحدثتها الحكومة خلال 30 عاما الماضي. إذا تحدثنا عن السودان خلال الآن تجاوز 65 عاما، والإسلاميون حكموا فيه 30 عاما، يوازي هذه 30 عاما التي حكم فيها الإسلاميون يوازي التوسع في التعليم العام والتوسع في الخدمات، التوسع في الخدمات الصحية، التوسع في المؤسسات العدلية والقانونية، التوسع في بعثات السودان السياسية، التوسع في القوات المسلحة، التوسع في الشرطة خدماتها وغيرها مما يمس حياة المواطن عادي ويشبه الدولة دولة متقدمة. أضعاف يمكن يكون حوالي 150 ضعف ما أنجز الحكومات السودان المتعاقبة خلال بقية مرحلة قيام يعني. ما أحب أن أشير إليه الآن كذلك إن السودان نقل جملة أخيرة أستاذة سناء لو سمحتي، لأنه الوقت أدركنا. المنطقة يمكن في العالم إذا رجعت إلى صندوق النقد الدولي ومنشوراته السنوية
السودان كان الاقتصاد 62 أو 63 على مستوى العالم. الآن للأسف الحكومة الحالية عجزت حتى عن المحافظة على إنجازات الإسلاميين في هذه المجالات، لا في وضعية السودان في الاقتصاد، ولا في وضعية السودان داخليا في التعليم، ولا في مستوى معاش الناس، ولا في مستوى صحة الناس، ولا تعليم الناس. شكرا. وتحول السودان الآن إلى مهد للاستقرار الإيراني. أشكرك جزيلا، نتمنى لكم للسودان التوفيق، كل التوفيق إن شاء الله. أشكرك جزيلا الأستاذة سناء حمد القيادية الإسلامية ووزيرة الإعلام السابقة في السودان، شكرا لك على هذه المشاركة في قضية وحوار. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم في قضية أخرى وحوار جديد.